شو تعريف الطموح؟ سبحان الله، الطموح ما نقدر نحط له حد، هي دائرة مفتوحة ويقدر إنسان يطمح فيه كل ما يريد وكيف ما يريد، بس المهم يسعى له بالطريقة الصحيحة ويستمتع في هذه الرحلة. شو هي الطريقة الصحيحة؟ الطريقة لكل إنسان له طريقته الخاصة، ممكن أنا اللي يناسبني اليوم الطريقة اللي تناسبني ما تناسب غيري، لكن مهم جدا في الرحلة دائما أقول في رحلة السعي لا تنسى أن تهذب نفسك. تهذب نفسك، لأن سبحان الله ساعات شو يستوي في رغبتنا والتعلق الشديد في الهدف ننسى أن في أشياء في الطريق من أخلاق، من مبادئ، من دين، من أمور نحن عشنا عليها تربينا عليها، قيمنا، أشياء كثير ننساها كثيرا. بعد في خلال الرحلة ساعات النفس تطلب الكثير، فيستوي الإنسان بقيادة النفس مش بقيادة الروح، فبالتالي النفس تقود أكثر إلى الوصول إلى الغاية وليس الاستمتاع في الرحلة. يعني في نهاية اليوم تجربتنا في الأرض هي تجربة مشاعرية، يعني ما في هدف، ما في رغبة، ما في شيء أنا أسعى له إلا وأنا عندي مشاعر معينة أبى أوصل لها. فإذا أنا تسرعت في هذه الرحلة وبس ركزت على الهدف راح أفقد الكثير في الطريق. لذلك الأصل من حياة المتعة في الرحلة وليس الهدف.